أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر أن يحفظكم ويكلأكم بحراسته. وقد اتفق العلماء على جواز ركوب البحر للجهاد والحج وضرورة المعاش كالصيد وغيره، هذا متفق على جوازه بين أهل العلم. أما ركوبه وقت هيجانه فمنعه أهل العلم. ولذلك إذا كان البحر هائجاً لا ينبغي للإنسان أن يركبه، لأن البحر لا يؤمن. وسبب منع أهل العلم وقت ركوب البحر وقت هيجانه هو حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. من ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. وهذه نصيحة حتى للإخوة الذين يذهبون إلى البحر ليلهون ويلعبون، كما تعلمون أن البحر الآن أصبح فسحة لكثير من الناس. ولذلك لا ينبغي للإنسان، وأن يتذكر هذا الحديث إذا رأى أن البحر هائج، فلا يركب تلك الوسائل الترفيهية التي في البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ركب البحر في ارتجاجه فقد برئت منه الذمة. ويعني هذه السورة يا أخواني هي سورة مكية، وبالتالي لا يوجد فيها أحكام فقهية كما تعلمون. الأحكام الفقهية مرت عليكم في أي سور؟ السورة المدنية، سورة النساء، سورة المائدة، سورة البقرة، ها؟ وغيرها من السور فيها أحكام فقهية، لأن هي التي عينت بتفاصيل الشريعة. هنا في هذه السورة يا أخواني إنما تعنى في تأصيل في أصول العقائد، في تقرير التوحيد، الألوهية، في البعث، في الوحي، في صدق الوحي، في صدق الرسالة. لكن هذا الحكم الفقهي أشرنا إليه وذكرته لكم لأن بعض المفسرين قد ذكره من أحكام هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. هنا يقول العلماء التفات من الحضور: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، للتنبيه. وجرين بهم بريح طيبة، بريح طيبة. الريح إذا أفردت يا أخواني فالمراد بها العذاب، إذا جاءت الريح هكذا فالمراد بها العذاب عرفا، لكن لما قيدها بالطيبة هنا خرجت من هذا العرف فهي ليست عذاب. حتى إيش؟ إذا كنتم جرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أي بسرعة سيرهم رافقين. فبينما هم كذلك جاءتها، أي تلك السفن، ريح عاصف،
وقلنا لكم أنها وصفت هنا بالعاصف رغم أن الريح يكفي أنها في العذاب، لأنها قيدت الأولى بالطيبة للمقابلة، هناك ريح طيبة وهنا ريح عاصف أي شديدة. وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم البحر عليهم، وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا، ظنوا أنهم قد هلكوا. ماذا عملوا؟ دعوا أصنامهم، دعوا آلهتهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لا يدعون معه صنما ولا وثنا، بل يفردونه بالدعاء والابتهال، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال هاهنا: دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا أي هذه الحال لنكونن من الشاكرين. هم أخذوا على أنفسهم عهدا أنهم إن أنجاهم الله تبارك وتعالى من هذه الحالة وكتب لهم عمرا جديدا فإنهم سيستمرون في شكرهم لله تبارك وتعالى على هذه النعمة، أي لا نشرك بك أحدا وسوف نفردك بالعبادة كما أفردناك بالدعاء هنا. قال الله عز وجل: فلما أنجاهم واستجاب لهم من تلك الورطة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي كأن لم يكن من ذلك شيء. وهذا طبع الإنسان يا أخواني، طبع الإنسان كأن لم يدعنا، كما قال الله عز وجل في آية سابقة: كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، هناك في جسده وماله، وهنا في عمره في البحر. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وهناك كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ما أحلم الله على العباد يا أخواني، ما أحلم الله سبحانه وتعالى على عباده. يبغون في الأرض أي يفسدون ويكفرون، والبغي هو التعدي والأعمال الفاسدة. فأجاب الله تبارك وتعالى عن حالهم بقوله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، كما قال في آية أخرى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إن الله لا يستكثر بكم في عبادته حينما دعوتموه فأنجاكم من ورطتكم ومحنتكم وكتب لكم عمرا جديدا. لا يستكثر بعبادته، بل هو الغني سبحانه وأنتم الفقراء إليه. إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم، ولا تضرون به أحدا غيركم، كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وجاء في المثل: البغي يصرع أهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، الله قد استجاب لكم وأنجاكم، ثم تعودون إلى كفركم وشرككم وبغيكم وأعمالكم الفاسدة لتعلموا أن هذا كله على أنفسكم. متاع الحياة الدنيا، أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة، ثم إلينا مرجعكم أي مصيركم ومآلكم، فننبئكم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم الله تبارك وتعالى لما بيّن أن هذا متاع الحياة الدنيا بيّن حقيقتها،
لما قال في الآية السابقة متاع الحياة الدنيا بيّن ما هي الحياة الدنيا، ما هي هذه الحقيقة التي تبغون فيها وتشركون بالله جل وعلا. إنما مثل الحياة الدنيا، أي هذه الحياة التي جعلها الله لكم مزرعة للآخرة، كماء أنزلناه من السماء. ضرب مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بماء أنزله من السماء، ونحن نشاهد كل عام، كل عام يا أخواني نشاهد هذا، يخرج الربيع هناك يا أخواني أماكن في أيام الربيع وأيام النبات الحسن، ما بودك أن بل إن الناس تذهب وتترك بيوتها الفارهة وتجلس إيش في البر لتجلس في هذه الخضرة الطيبة. بالله بعد 3 أشهر 4 لما يجي الصيف الحارق لو تعطيه مرتب يجلس هناك ما جلس، صح ولا لا؟ يقول الله هذا مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أنهم قادرون أتاها أمرنا ليلاً أنها فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. يقول الله سبحانه وتعالى كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها والأنعام ومما تأكل الأنعام من عشب وغيره حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي تزينت بالألوان أي زينتها الفانية وزينت أي حسنت بما خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها، يعني لم يبقى إلا وقت الحصاد وقت الجذاذ وقت الثمر. فبينما هم كذلك وقد يعني اطمأنوا تماما إذ لم يبقى إلا الحصاد، لم تأتيهم الصاعقة أول ما زرعوا، لم يجف ماؤهم، إنما لما ظنوا أنهم قادرون عليها تصوروا هذا المثل وتصوروا الدنيا يا أخواني. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي يبسا بعد الخضرة كأن لم تغن بالأمس، أي كأنما كانت حسناء، ما كانت خضرة، ما كانت ربيعا، ما كانت مثمرة، كأن لم تغن بالأمس. قال قتادة كأن لم تغن أي كأن لم تنعم، كما قال الله فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك نفصل الآيات أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون في هذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اغترارهم. أي يا من أنجاكم الله من البحر ثم رجعتم إلى البغي وزانت لكم الدنيا وأقمتم على المعصية إنها ستذهب سريعا كما ذهب ما ضرب به هذا المثل. ومعنى الآية أخواني التحذير من الاغترار بالدنيا إذ هي معرضة للتلف وأن يصيبها ما أصاب هذه الأرض المذكورة بموت أو غيره من رزايا الدنيا. ثم الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لماذا خص المتفكرين بالذكر دون غيرهم؟ خصوا بذلك تشريفا للمنزلة وليقع التسابق إلى هذه الرتبة، أي تفكروا. هذا المثل ما وضع يا أخواني لتقرأه ويمر عليك مرورا عابرا، لابد أن تتفكر. لكن هذا المثل لن يستفيد منه ولن يتعظ به ولن يأخذ به ولن يؤثر في قلبه إلا من أصحاب القلوب المتفكرة
المحاسبة لنفسها فخصوا بهذا تشريفا لهم ودعوة إلى غيرهم للتسابق إلى المرتبة وهي رتبة التفكر. وكما قلت لكم ما زالت هذه الآية تسير في الوعظ والتذكير قبل فوات الأوان بضرب الأمثلة وذكر القصص والعبر والأدلة العقلية وكل ما يمكن أن يؤثر في الناس ويجعلهم يؤوبون إلى الله تبارك وتعالى ويرجعون إليه، هذه السورة تذكره. كما قلت لكم أنها كما قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، فهذه السورة موعظة. وقلت في بداية هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى أو أن هذه السورة قد سميت بسورة يونس لأنهم هم القوم الذين انتفعوا بعدما رأوا العذاب، وهم الأمة الوحيدة التي سلكت وتابت وقبل منهم. إذن هذه المواعظ، هذه الأدلة، هذه الأمثلة لماذا يا إخواني أتت؟ إنما أتت من أجل أن يتعظ الإنسان قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. وقد ضرب الله عز وجل مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غيرها في غير ما موضع من كتابه، فقال في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذلك في سورة الزمر عندما قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه إلى آخر الآية. وكذلك في سورة الحديد عندما قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. من العلماء يا أخواني من وقف عند قوله تعالى فاختلط، يقول إن الوقف عند قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزله من السماء فاختلط، أي الماء اختلط، ثم قال: به، أي بالماء، نبات الأرض. لكن هذا قد ضعفه ابن عطية رحمه الله في تفسيره، وأن الوقف الصحيح: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض. لما ضرب الله عز وجل المثل واغترار الدنيا واغتران الناس بالدنيا وبغيهم على أنفسهم ووعظهم، قال: الله يدعو إلى دار السلام. ما هي دار السلام؟ الجنة، سميت بذلك لسلامتها من الآفات في الدنيا التي تأتي في الدنيا. وقيل إن السلام، والله يدعو إلى دار السلام، إلى دار الجنة، هذا القول الأول. والقول الثاني إلى دار الله، لأن الله هو السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا تعارض بين التفسيرين. فلما ذكر الله تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام. عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: أضرب له مثلا. فقال: اسمع، سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك
كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل منها، نسأل الله من فضله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية يا إخواني من أدلة قاعدة الجزاء من جنس العمل، كما أن الآية التي بعدها من أدلة قاعدة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الجزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا، أي أحسن العمل في الدنيا بأن آمن وعمل صالحا، فجزاؤه الحسنى في الدار الآخرة وهي الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالحسنى هي الجنة، والزيادة ما هي؟ النظر إلى الله تبارك، إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم النعيم، بل لم يعط أهل الجنة نعيما أعظم من نظرهم إلى ربهم جل وعلا. فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ يعني هذا نعيم عظيم جدا. قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. أسأل الله لي ولكم النظر إلى وجه ربنا عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة وزيادة على ذلك النظر إلى وجه الله. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا يرهق وجوههم سواد في عرصات المحشر كما يعتري وجوه الكافجرة من القطرة والغبرة، ولا ذلة أي هوان وصغار. الله أكبر، اكتمل النعيم، اكتمل النعيم لطالب النعيم. لهم الحسنى ولهم النظر إلى وجه الله، واكتمل لهم صلاح الباطن والظاهر، فليس على وجوههم قتر وسواد، وليس في باطنهم ذلة وهوان. هذا هو النعيم لطالب النعيم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هؤلاء هم الذين يستحقون سكنى رب العالمين، يستحقون الجنة التي تزينت لأهلها، الذين عملوا الأعمال الصالحة في المزرعة في الدنيا لم تغرهم الدنيا، خالدوا، لن يأتي يوم ويسلبوا هذا النعيم كما يسلب أهل النعيم في الدنيا نعيمهم، إما بفراق أو زوال أو موت، كما قال الله في آية أخرى: فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ثم لما ذكر أهل الطاعة ومن امتثل المثل واعتبر وتفكر فيما مضى، ذكر من لم يتفكر، وذكر الطائفة الأخرى التي لم تعمل الصالحات، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قاعدة عظيمة: فمن عمل السوء في الدنيا له السوء في الآخرة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها.
وترهقهم ذلة، عذاب ظاهري وعذاب باطني، كما أن في الدنيا لأهل النعيم نعيم ظاهري ونعيم باطني، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، كما قال الله سبحانه: وتراهم يعرضون عليها، أي على النار، خاشعين من الذل. وقال الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما لهم من الله من عاصم، العاصم هو المنجي والمجير. في عذاب الدنيا لما تدارك عليهم العذاب ودعوا الله أنجاهم، لأنهم في دار الدنيا، دار التكليف. أما في دار الآخرة لما دخلوا العذاب، ما لهم من الله من عاصم، أي مجير، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. والقطع هو الجزء من الليل، ومنه قال تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل، وهنا هو سواد الليل الحالك، لأن السياق يقتضيه. وبين هذه الآية والآية التي قبلها يا أخواني تناسب عجيب: من أحسن فله الحسنى، والذين كسبوا السيئة جزاء سيئة. هناك لا يرهق وجوههم قتر، وهنا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أشد من القتر، سواد الليل. فإن القتر ربما يكون في النهار، أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هناك ولا ذلة، وهنا ترهقهم ذلة. هناك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وهنا أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله من النار. ثم قال الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. ويوم نحشرهم، أي أهل الأرض كلهم من إنس وجن وبر وفاجر، كقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم نقول للذين أشركوا، يعني حشر الناس جميعا، وتوجه الخطاب لمن؟ هل للناس كلهم؟ لا، بل للذين أشركوا. مكانكم، أي إلزموا أنتم وهم مكانا معينا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين. إن من اختلفت أعمالهم في الدنيا لا يمكن أن يجتمعوا في الآخرة، بل لا بد أن يتفرقوا. فأهل الإيمان في جهة، وأهل الكفر والعصيان في جهة، كما قال الله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقال سبحانه: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، زيّلنا أي فرّقنا. ومعنى هذه الآية أي أن الله لما ميز بينهم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي اجلسوا أنتم وأصنامكم ومن عبدتموهم من دون الله، بدأ الويل والثبور، بدأت يا أخواني المساجلة بين المتبوع والتابع، كما قال الله عز وجل: كلا سيكفرون بعبادتهم. وكما قال الله عز وجل: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. إن معبوداً يتبرأ منك في وقت أنت بأشد الحاجة إلى نصرته وإلى شفاعته، يتبرأ منك، لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة. فزيّلنا بينهم، أين يعني فرق؟ وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون،
أنكروهم تبرعوا منهم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يقولون الله شهيد إننا عبدناكم انصرونا إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يقولون الله نحن الله شهيد إننا ما أمرناكم بالعبادة بل كنا غافلين ولم نشعر أنكم عبدتمونا، نحن أحجار أشجار قمر شمس لا تنفع لا تضر، لم نشعر أصلا أنكم عبدتمونا، لم نستشعر حتى توجهكم إلينا. وقوله إن كنا عن عبادتكم لغافلين، المراد به الأصنام ممن لا يمكن حديثها في الدنيا، أما الملائكة وعيسى عليه السلام فإنهم يشعرون بمن عبدهم، وهؤلاء لم يغفلوا عن عبادتهم، لكن الحديث بناء على الأعم الأغلب الذين عبدوا الأحجار والأشجار. وفي هذا يا أخواني تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما يكونون إليه، وقد تركوا عبادة الحي القيوم كما قال اسمه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمشركون أنواع وأقسام كثيرون، قد ذكرهم الله عز وجل في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد، من عبد الأصنام، من عبد الأحجار، من عبد الأنبياء، من عبد المرسلين في مواضع من كتابه، وهنا أشار فقط إشارة. ثم قال الله سبحانه وتعالى هنالك تبلو كل نفس، تبلو أي تختبر، وفي قراءة سبعية تتلو أي تتبع، إذن تبلو أي تختبر وفي قراءة تتلو، وهي لا تختلف في رسمها عن تبلو، ومعنى تتلو كل نفس أي تتبع أي تطلب، كما قال الله عز وجل والقمر إذا تلاها أي تبعها. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت في موقف الحساب يوم القيامة، تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من خير وشر، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وذلك يا أخواني حينما أقام الله عز وجل عبدة الأصنام يأمرهم بالإقامة في موقف الخزي والندامة، مكانكم أنتم وشركاؤكم اجلسوا، فينطق الله عز وجل الأصنام ويتبرون منهم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل، ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وظل عنهم أي ذهب عن المشركين ما كانوا يفترون، ما كانوا يفترون. ثم قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هنا في هذه الآية أخواني قال فسيقولون الله، فسيقولون الله أي أنهم هم الذين أجابوا عندما سئلوا قل من يرزقكم أم من يملك السمع من يخرج الحي من يدبر الأمر، فأجابهم فسيقولون الله. في سورة سبأ عندما قال عز وجل قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يجيبهم فقال قل الله، قل يا محمد الله، فلماذا قال هنا تولوا هنا هم الإجابة وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالإجابة عن أسئلتهم. السبب في ذلك سياق الآيات، فالسياق هنا يا أخواني في سورة يونس يبين أنهم كانوا مقرين بهذا كله، فحسن الاحتجاج به عليهم، هم مقرون بهذا في هذا الموقف، السياق يقتضي أنهم مقرون. أما في سورة السبأ السياق لم يأتي بما يدل على إقرارهم بهذه الأشياء، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتولى الإجابة، قل الله هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض. ففي هذه الآيات يا أخواني يحتج تعالى على المشركين باعتراف بوحدانيته وربوبيته على وحدانيته الإلهية، أي يجعل الإقرار بتوحيد الربوبية طريقاً إلى الإقرار بتوحيد الألوهية، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة. فكما أفردتموه بالخلق والتدبير والذي هو توحيد الربوبية، فأفردوه كذلك بتوحيد الألوهية. وهذه كما قلت لكم من سمات الآيات المكية. من يرزقكم من السماء والأرض، أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقاً بقدرته فيخرج منها حباً وعنباً وقضباً، أم من يملك السمع والأبصار، هو الذي وهبكم هذه القوة السامعة وهذه القوة الباصرة، ولو ذهب ولو شاء الله عز وجل لذهب بها وسلبكم إياها. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بقدرته، من يخرج الحبة من النبات والنبات من الحبة، ومن يخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، وغير ذلك من الأشياء. بل من يخرج يا أخواني من هذا الماء، من هذا الأكل، هذا الأكل الذي نأكله يا أخواني، هذا الشيء الطعام الذي نأكله ميتا، يخرج لنا دما حيا به حياة الإنسان، ثم يتحول إلى إيش؟ إلى أخلاط ميتة. وقد قررنا هذا أيها الإخوة في سورة آل عمران كما مرت هذه الآية. ومن يدبر الأمر، أي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه، فسيقولون الله، أي هم يعلمون ذلك ويعترفون به، فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون منه، ألا تعبدون الله حق عبادته، لماذا تنصرفون؟ فذلكم الله ربكم الحق، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال ابن عطية رحمه الله عند قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، عبارة القرآن في سوق المعاني تفوق كل تفسير براعة وإيجازا وإيضاحا. يقول عبارة القرآن في سوق المعاني تفوت كل تفسير براعة وإيجازا وإيضاحا. وحكمت هذه الآية بأن ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة في هذه المسألة، وهي توحيد الله. في مسألة توحيد الله عز وجل يا أخواني ليس هناك منزلة إلا منزلة الحق أو منزلة الضلال. قرر هذا قول الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما في أمور الحلال والحرام فهي منازل، ها يا أخواني، ثلاثة: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. لكن في أمور العقائد يا أخواني فماذا بعد الحق ها إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي فكل معبود سواه باطل، فأنى تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة من سواه، وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء، وأن لا منزلة إما عبادة الله أو عبادة غيره، ليس هناك منزلة بين هاتين، إما الحق وإما الضلال.
ثم قال الله عز وجل: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. إخبار أنهم لا يؤمنون، إخبار في هذه الآية أن من الكفار من حكم الله بكفره وقضى بتخليده. وأن هذا هو عين الفسق. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، كما قال في آية أخرى: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثالث من مجالس تفسير هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.